السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. أحيانا نكون في البيت بحاجة إلى قياس سرعة أحد البنادق، أو مثلا لمعرفة التنظيم وفحص أداء البندق. طبعا اللي متعارف عليه أن نطلع في البر أو نطلع في مكان فضاء لأجل نجرب التنظيم، وصعب على أغلب الناس خصوصا في المدن أنهم يرمون داخل البيت. لدواعي كثيرة جدا، ممكن تحدث أضرار أو ممكن تصير مشاكل داخل البيت. لكن أنا حقيقة وجدت طريقة وجربتها، وقلت بعدها أصور الفيديو لعل البعض يستفيد منها، وأكيد فيه طرق ممكن أفضل من الطريقة هذه، لكن أنا يعني أعجبتني الطريقة هذه. لو فيه طريقة أفضل منها نتمنى وضعها في التعليقات، وللفائدة كذلك يستفيد الجميع. الطريقة هي زي ما تشوفون البرميل، هذا برميل البوية، أنا هذا استخدمته للأمانة، وحطيت فيه لاستك، يمكن تشوفون أمس تجاربي هنا حطيت فيه لاستكين. هذا من أي بنشر خذ اللساتك، هذه لساتك الكفرات الخربانة، خلها بالشكل هذا، لا تكون مرصوصة، تكون كذا يعني بينها فجوات لأجل تمتص الطلقة. هنا مجرد ترمي عليها ما راح يعني تخترق وتطلع، لا، لأن هذا كله لاحظوا يعني فيه فراغ كبير، الفراغ هذا يمتص الطلقة. وبجرب لكم الآن تشوفون على الطبيعة، وحاجة سهلة ومريحة، والكاتم الآن داخل البيت بعد كذلك مريح. بأرمي الآن في الإمباكت وتشوفوني إن شاء الله. الآن برمي بعيار السبعة 30 اللي هو 44 جرين، وطبعا وضعها بالشكل هذا، وهذه البندق، ونقول بسم الله. لاحظتم نزل البندق، نشوف الطلقة، هذا دخول الطلقة وهذا دخولها، نشوف وين وصلت لأجل والله ما ادري وين راحت، لكن الأكيد هذه هي الطلقة. لاحظوا شفتم كيف هذه طلقة السبعة، شوفوا هذه ناشفة وطاحت، هذه كانت ناشفة هنا. يعني هذا مريح جدا اللي هو اللاستيك، لأنه بيكون فيه امتصاص بسبب ان فيه فجوة، وكذلك مطاط. حبيت افيدكم اذا فيه افكار اخرى افضل من الفكرة هذه، اتمنى طرحها في التعليقات ليستفيد الجميع، وانا اولكم. الله يوفقكم.